الله جل وعلا يقول: من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الله غني عني وعنك، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. تقرب إلى الله يا أخي، ومما يقربك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بالنوافل حتى أحبه. يا أخي تنفلوا واحرصوا على سنة الرواتب، حتى أنتم يا شباب لا تفوتون 12 ركعة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، لا تفوتها. ولا تفوت سنة الوتر، أوتر ولو بركعة، من أوتر ولو بركعة كأنما قام الليل كله، لا ركعة واحدة. والنبي ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر.